يعني ما فيش حاجة توصف السعادة اللي الواحد بيتفرج عليها وهو فخور والحقيقة سعيد جدا. الله الله يا مصر، مين كان ممكن يعني انه يعدي من هناك جنب المأساة والعشوائية اللي كانت موجودة ويتخيل انه يجي اليوم ويشوف المنظر ده؟ انا قلت لكم ولسه بقول وهفضل اقول احنا دايما بالإثبات معانا. طبعا حد يعني هيسأل طب ايه المساحات بقى الفاضية الكتير اللي هناك دي زي ما احنا شايفين كده؟ حضرتك ده مسرح مكشوف للفنون على فكرة، سينمات، في مجمعات ثقافية ووحدات ترفيهية، وفي كمان حدائق. كل ده فين؟ في المكان اللي كنا لما بنعدي جنبه بندور وشنا الناحية التانية من الرائحة الكريهة. وللأسف ده كان ماضي، للأسف ده كان في الماضي. كنا بنقول يعني خسارة أثر عظيم زي ده يبقى في الوضع ده، لكن دلوقتي الحقيقة يعني نفخر والوضع اتغير، نفخر ببلدنا يا جماعة. شكرا للي فكر وقرر انه يطور. معانا على التليفون المهندس علاء عبد العزيز المشرف العام على تطوير سور مجرى العيون بوزارة الإسكان. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور عليكي وعلى جمهورنا العزيز يا فندم، اهلا بيكي واهلا بمصر كلها. وفعلا لازم نفتخر بمصر باللي احنا بنشوفه دلوقتي. انا عايز اقول لحضرتك يا فندم ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده؟ ربنا يخليك يا فندم. انا كان نفسي احنا فيه بنعد فيديو جديد هنعرض فيه قبل المكان ده كان عامل ازاي، منطقه مدابر الجلود ومنطقه المنازل العشوائيه اللي كانت موجوده في تلك المنطقه اللي تزامنت على اعقاب السنين اللي فاتت، لكن الحكومه قررت انها ترجع مصر الحضاريه لرونقها والقاهره لرونقها العظيم. ودي احدى مشروعات اللي موجوده في الحزم اللي بتقوم بيها الحكومه حاليا لعوده القاهره الجديده. انتوا شغالين على مساحه كام تقريبا في سور مجرى العيون يا فندم؟ مساحه المشروع ده حوالي 95 فدان يا فندم. بيحتوي على 1926 وحده سكنيه. ايوه. 79 عماره سكنيه. ارتفاعاتهم بتتراوح ما بين ارضي وثلاثة وارضي واربعة وارضي وخمسة وارضي وستة عشان تتواكب مع اظهار عظمة سور مجرى العيون عشان ما نخفيش على الاثر العظيم. يعني انتم محافظين على الاثر التاريخي وانتم بتخططوا للمكان كهندسة والمشروع. كان لازم نراعي وجود الاثر ونخلي الارتفاعات القريبة من الاثر اقل من ارتفاع الاثر لإظهار عظمة الأثر. طب فندم عايزين يعني تغششنا كده، يعني شكل البنى بقى هيبقى ايه؟ تاريخي برضو ولا هيبقى عامل ازاي العمارات اللي هتتبني؟ كله على العمارة التاريخية يا فندم، بالإضافة إلى منطقة 51 ألف متر مربع، منطقة تجارية وترفيهية ومسرح مكشوف ومجمع سينمات ومجموعة مطاعم ومجموعة مساحات خضراء كبيرة وباركنج تحت الارض لاستيعاب الكثافه المروريه اللي هتبقى موجوده في المنطقه. يعني انا عايزه اقول انه اللي انا شايفاه الجمال ده هيرجعنا بقى للرقي وللمناره اللي كنا فيها. والحقيقه يعني انا مش عارفه اقول ايه والله، يعني عايزين نعرف بس الاول حضرتك يعني امتى هينتهي العمل؟ بص يا فندم، ان شاء الله في غضون قبل نهايه السنه على شهر 9 وشهر 10 كل السكيلتون ستراكشر هيكون خلصان مع نسبه من تشطيبات بعض العقارات. على نهايه السنه او بدايه السنه القادمه هيكون كافه المشروع مكتمل النمو ومنتهي تماما باذن الله تعالى. طب يا فندم يعني ازاي نقدر بقى نحافظ على المكان، يعني ما يرجعش تاني منطقه عشوائيه كده ولا يحصل فيها زي ما كان حاصل قبل كده ولا اهمال ولا، يعني ازاي هتتم المحافظه والاستمراريه؟ لن يتكرر ان اي منطقه في جمهوريه مصر العربيه
سوف تعود لمكانة عليه، لأن حيتم وضع هذا المكان تحت شركة إدارة هي اللي حتديره عشان نقدر نحافظ على ما تم تنفيذه من 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 عمارات ومناطق تجارية ومناطق ترفيهية. طيب إمتى هيتم طرح الوحدات السكنية؟ إن شاء الله في غضون ما ننتهي من زي ما قلت لحضرتك في شهر 9 أو شهر 10 نكون عرفنا تقريبا تكلفة الوحدة قد إيه، هيبتدي عرضها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للبيع على السايت الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن شاء الله. طيب باشمهندس علاء، يعني المشروع ده تقريبا كلف الدولة قد إيه أو هيكلف الدولة قد إيه؟ بص يا فندم، هي تكلفة تقديرية حتى تاريخنا اللي إحنا بنتكلم فيه حوالي 1.5 مليار. كام يا فندم؟ 1.5 مليار. 1.5 مليار؟ بالظبط يا فندم. رقم طبعا، ومشروع طبعا كبير ومهم، ومشروع مهم وكان لازم يتعمل. كان لازم يتعمل طبعا. لو اتأخر كان ممكن يحصل ايه؟ كان ممكن المشروع المنطقة تتفاقم كلها وتعم العشوائية في كل المنطقة. أي، ولكن انا برضو عايز اقول لحضرتك ان دي مش النهاية، هناك مشروع بيجاري تنسيقه دلوقتي. يعني ايه مش النهاية باشمهندس؟ دي البداية يا فندم. النهاية البداية، عندنا منطقة الفسطاط كلها هتتاخد ويتعمل لها تخطيط على أعلى مستوى من أكبر مكاتب استشارية. هيتم تطوير تلك المنطقة بالكامل، وتم تطوير منطقة عين السيرة يا فندم، لو حضرتك برضو متابعة التطويرات اللي بتتم منطقة عين السيرة اللي موجودة لعين الحياة خلال الفسطاط متحف الحضارات. شفت المخططات بتاعتها، مخططات هايلة بصراحة. يعني اتعملت، مش عايز اقول لك كان شكلها ايه قبل كده، بس اللي اتعمل فيها انجاز يحسب للحكومه الحاليه يا فندم. انا بشكرك جدا المهندس علاء عبد العزيز المشرف على تطوير سور مجرى العيون.